مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذا الموعد الرابع لميديا. مشاهدينا، لا يفصلنا عن عيد الاضحى سوى اسابيع. امام قروب الموعد صدر قرار غلق اسواق المواشي الذي ياتي ضمن الاجراءات الوقائيه التي اصدرتها الوزاره الاولى للحد من تفشي وباء كورونا. وباء كورونا اذا يرهن اسواق المواشي امام اصرار المواطن الجزائري الاحتفال بعيد الاضحى وقتنا المشي. للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو عبد اللطيف ديلمي، امين وطني لاتحاد الفلاحين الجزائريين. اهلا بك. اهلا بك. وكذلك علال بوثلجة، رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي موسى. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. اهلا بكم. إذن كشف الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن تشكيل لجنة للتحضير لعيد الأضحى تضم مختلف القطاعات وممثلين ومربي ممثلين على الفلاحين ومربي المواشي تعمل على ضمان بيع الأضاحي في ظروف مواتية. سيد ديلمي، هل تعتقد أن الوقت لم يتأخر بعد لتنظيم عملية بيع بشكل يوفر الوقاية للمواطن والموال على حد سواء؟ شكرا. في البداية نشكركم على الاستضافة، ومن خلالكم نحيي كل الفلاحين الجزائريين. أما بالنسبة للعيد الأضحى المبارك إن شاء الله اللي ننتظره فيه جميعا، هو تأخرنا في الحقيقة لأن هذا الوباء، طلب ربي العالمين يرفع علينا هذا الوباء. هذا الوباء درك مدة تقريبا أربع شهور، وهذا مش كافي اليوم بها نحضر أنفسنا وهذا اللجان بها تخدم، إلا في ربما يخدموا ليلا نهارا باه نوفروا كل الشروط اللازمة باه يكون هذا الماشية وتكون هذا الأضحية تكون في وقتها وفي مكانها اللازم. ولذا احنا كفلاحين وكموالين يعني رانا حاضرين ومتحضرين، والامر ما عادي بالنسبه لنا اللي خطر، لان هذه المهنه نتاعنا. كل الفلاح، كل الموالين اليوم راه عندهم القطيع تاع الغنم وراهم ينتظروا في هذا النهار هذا، والله هذا العيد الاضحى المبارك. لكن سيدي المي، يعني هذا العيد جاء في ظروف استثنائيه. نعم. الظروف الاستثنائيه ربما تفرض قواعد معينه او اجراءات معينه. نعم، اليوم حتى الوزارة الشيء اللي نسمع به، الوزارة راها تحضر في شروط إجراءات في هذا الوباء هذا، ربما في المدن الكبرى يشوفوا أحياء خاصة بهذا، ويكون التباعد، أولا التباعد الاجتماعي، ثانيا يكون وقاية، بل يكونوا رجال الأمن واقفين ثم ويحافظوا على الموالين ويحافظوا على المواطن اللي يجي يشري. وما يخفاكش درك نتكلم كل صراحه، اليوم راهم يشريوا الناس، اللي راهم يشريوا خارج المدن، راهم في القرى وراهم في المداشر وراهم يشريوا. هذا هو الامر الذي قد يساهم اكثر في نشر هذا الوباء، يعني انه ممكن ينتقل مواطن من العاصمه مثلا الى ولايه داخليه ربما يكون مصاب او يقدر ينقل الوباء. نعم. هو كذلك. نعم. نعم. يعني هذا الشيء اللي نطالب به اليوم، زعما علاش الحق الوقت المفروض في رانا حضرنا انفسنا قبل اليوم ودرنا اماكن خاصه للبيع ودرنا المواطنين ونقول لهم كيف يتنقلوا كيف يمشيوا كل بلديه في كل دائره في كل ولايه الى غير ذلك. لكن نظن ان شاء الله، نتمنى قلت لك ربي العالمين يرفع علينا هذا الوباء ونشوف ان شاء الله يكون هذا الموسم كباقي الموسم. نعم سيدي المي، كانت هناك يعني فتحت الاسواق منذ مده وشاهدنا انه اختراق كل لاجراءات الوقايه من خلال المواطن، ما تعتقدش انه سيتكرر هذا الامر اذا فتحت من جديد؟ هذا الشيء اللي مخوفنا بكل صراحه، هذا الشيء اللي مخوفنا. لكن في بعض الولايات، ماهوش كل الولايات، بعض الولايات وين عاودوا غلقوهم بالامس القريب في ولايه سطيف، اغلق كل شيء. ولذا قلت لك الامر درك لازم ناخذوه بجديه، سواء على مستوى السلطات العموميه او الموالين او المواطن بصفه عامه. طيب سيد بوثلجة، يقول سيد ديلمي أنه الأمر يجب أن يؤخذ بجدية وسيكون الأمر بحذر أكثر. رؤساء المجلس الشعبية ربما اليوم تقع عليهم المسؤولية الأكبر في تنظيم هذه الأسواق، هل باشرتم في اتخاذ ربما إجراءات تدبيرية أو اختيار الأماكن التي ستكون مفتوحة، ربما تكون أوسع حتى لا يكون هناك اكتظاظ داخل هذه النقاط، نقاط البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا واش نحب نقول في هذا الموضوع نتاع البيع نتاع الكباش، لازم ما نحاولوش نختزلوا كامل الازمه نتاع كورونا ولو ريسك هذاك نتاع العدوى وكل شيء، المخاطر هذه في عمليه فتح سوق المواشي ولا بيع الكباش، لانه هذا هو الشيء اللي رانا نشوفوه اليومين وثلاث ايام الاخرين. كاين كلام كبير هو يتقال على هذا الموضوع. لما نتكلموا على اسواق بيع المواشي، في نفس الوقت كاين اسواق بيع الخضر والفواكه راهي مفتوحه، كاين اسواق يعني الامر أخرى لا يتوقف فقط على هذا، وكاين اسواق اخرى راهي مفتوحه، وكل شيء يبقى ويتوقف عند مستوى الوعي نتاع المواطنين. من بعد شيء اخر، احنا بالنسبه لنا كبلديات، وهذا هو الاقتراح، لانه حتى اليوم هي في الظروف العاديه وفي السنوات الماضيه كيفاش كان يتم الموضوع، كل بلديه عندها اقتراح نتاع نقاط نتاع البيع على مستوى اقليم البلديه في المناطق المفتوحه، وهذه النقاط احنا نديروا اقتراح للسيد ولي العاصمه والساده الولات يعني في كامل الولايات، هما اللي يصدروا قرار ولائي بتثبيت هذه النقاط، حتى المصالح البيطريه نتا وانا عن طريق مكاتب الصحه والنظافه مكاتب المراقبه نتاعنا الصحيه هي اللي تتابع هذه النقاط وتصبح رسميه، ومصالح الامن كذلك يكون عندهم الدور نتاعهم في الحمايه نتاعها وتاطيرها، وحنا كمصالح يعني محليه من بعد حتى الامور اللي متعلقه بالنظافه والبيئه كل شيء هذا يتم عن طريق البلديات. هذا العام نظرا للحاله تاع الارتباك الكبير وفي كامل المجالات ماهوش فقط في الموضوع هذا، منذ بدايه الجائحه هذه الان المناسبات هذه الدينيه يعني خصوصا كنا شهر رمضان عيد الفطر المبارك، الان جاتنا مناسبه دينيه اخرى مقدسه لدى الجزائريين، وشعيره الاضحيه ماهوش سهل اليوم انه نقدروا نقنعوا جزائريين اللي عندهم سنوات عشرات السنوات هما يؤديوا الشعيره هذه الدينيه، حتى ولا كان هي سنه مؤكده وسنه والشيء اللي يقولوه الفقهاء نتاع الدين، ولكن عندها واحد الاهميه بالغه عند الجزائري. اليوم احنا كسلطات عموميه واش هو الهدف؟ احنا الهدف انه نحافظوا على الصحه العامه، وهذه هي اولويه الاولويات، ولكن بالمقابل لازم الحياه تاع الناس ما توقفش. كما اليوم المرفق العام راهو مستمر، كامل المؤسسات تاع الدوله تعمل، الناس تمشي للمؤسسات، تمشي للقطاع الاقتصادي، تمشي للمكاتب البريد، تمشي للاسواق تقتني الغذاء نتاعها، نفس الشيء راح يكون بالنسبه للاضحيه. نحاولوا نلقاو الوسيله الصحيحه اللي من خلالها نخليوا هذا يعني المواشي هذه تقدر تتباع، لانه شوفي كاين امر اخر مهم جدا اللي ربما سيدي المي صحح لي الرقم، كاين كل سنه اكثر من 5 ملايين اضحيه تباع. هذه 5 ملايين اضحيه لازم تتصوري انه كاين عشرات الالاف من الموالين ومن العائلات تقتات منها، وعندها شهور وربما من السنه الماضيه والناس تنتظر في يوم عيد الاضحى حتى يعني والانتظار السيبوت الجاي يكون من اللي يخلص العيد الكبير الناس يبداو يوجدوا العيد الجاي. لما نتكلم على 5 ملايين او اكثر، سيدي المير ربما عنده ارقام دقيقه اكثر مني، هذه راهي ملايير الدينارات، وراهي قلت لك عشرات الالاف نتاع العائلات اللي تقتات منها. اليوم كذلك اذا كان وقفنا عمليه البيع وقال هذا عيد الاضحى خلاص ما كاش، لازم نتصوروا انه راح ندخلوا في ازمه طابع اجتماعي اخر اللي ممكن يكون عندها يعني اثار كبيره. احنا بالنسبه لنا وش هو الاقتراح على مستوى البلديات؟ انا هذا اقتراح يعني كنت تكلمت مع الناس اللي لازم، هو انه نضاعفوا من نقاط البيع ما دام الاسواق مغلقه، وما دام الاسواق الناس يعني الاحترام تاع الشروط نتاع الوقايه فيها يبقى يعني معقد نظرا للعدد الهائل نتاع الناس اللي قصدوها، ونظرا لانه اسواق الماشيه في كثير من الولايات ماهيش منظمه بالطريقه اللي تسمح انه نضبطوا الامور الوقائيه. اليوم الحل هو انه على مستوى البلديات في اقليم كل بلديه نضاعفوا نقاط البيع، ما دام نضاعفوا نقاط البيع العدد نتاع المواشي والعدد نتاع الناس راح يكون منتشر على عدد من النقاط اكبر، وهذا الشيء اللي راح ينقص من الكثافه تاع تواجد الناس في نقاط محدده، وهذا اللي راح يسمح باحترام اكبر للتباعد الاجتماعي. حتى ربما سي بوتلجا اتساع المساحه يعني حتى يكون عندها مدخل ومخرج، يعني ما يكونش نفس المدخل هو نفس المخرج. شوفي هي عاده هذه العمليه نتاع البيع نتاع المواشي ليلة العيد تتم في مناطق مفتوحة، ما تتمش في مناطق يعني مغلقة، وهذا كذلك هذا
هذا كذلك ينقص. لكن نحن على بعد حوالي 20 يوم او 25 يوم. انا كنقول ليله العيد يسمى قبل العيد يعني في الايام. نعم في الايام اللي تسبق العيد، لانه علاش؟ ماهيش كامل البلديات، قليل من البلديات اللي عندها مساحات مغلقه مخصصه للشيء هذايا. احنا مثلا لما تمشي الان في العاصمه قلما تجدي يعني بلديات اللي تحوز على مساحات مغلوقه هكذا موجهه لهذا الشيء، هذا النوع من النشاط. على هذيك احنا نتعاملوا مباشره مع المساحات المفتوحه اللي هي راح تكون اماكن للبيع، نحاولوا ناطروها بالحضور المتواصل نتاع البياطره نتاعنا ومكاتب الصحه. وكذلك هذا العام نحاولوا التعزيز نتاع الاجراءات الوقائيه من خلال المساهمه نتاع مصالح الامن، ولا لازم نعزوها باعوان اخرى من البلديات اللي على الاقل راح يسهروا على تطبيق الاجراءات الصحيه. ولكن لا منأى من فتح المجال لبيع الاضاحي. الان يقدر يكون كاين راي اخر نتاع المصالح الصحيه، لانه في نهايه الموضوع هي ازمه صحيه اكثر من شيء اخر. ربما راح يكون عندهم راي مخالف، ولكن انا نقول بانه نفس الصور اللي شفناها في عيد الفطر راح نعاودوا نشوفوها في عيد الاضحى. في عيد الفطر لما غلقنا المحلات نتاع بيع الملابس، ولانه بيع الملابس يبقى شيء ثانوي بالنسبه للاضحيه، لانه ما فيش القدسيه تاع الاضحيه، لانه الاضحيه هي شيء رئيسي في خلال ورغم ذلك شفنا الكثير من الصور المؤسفه تاع الناس اكتظاف داخل المحلات في اخر يومين تاع العيد، ومحاوله يعني تاع كسر الحجر هذا عنوه. اليوم لازم نفكروا في اجراءات مخففه من جهه تحافظ على الجانب الصحي، التباعد الاجتماعي، الجانب الوقائي، ومن جهه تسمح للجزائريين كامل باش يؤديوا شعيره العيد هذه في ظروف صحيه كما لازم. يبقى انه ما دام ما كاش صلاه العيد، ان شاء الله تكون، هذا امنيتنا، ولكن اذا كان ما كانش وبقات الظروف كما راهي الان، واش هو الحل؟ الحل هو انه ربما كما درنا في عيد الفطر حتى نقصوا التنقل تاع الناس، ونقصوا هذوك الظواهر تاع التقبيل مثلا، ونقصوا الظواهر تاع يعني العائلات تتنقل الى بعضها بعض، ربما اليومين او ثلاث ايام تاع العيد نديروا حجر جزئي وربما هذا مع منع السير تاع السيارات. هذا يبقى حل اخر زياده على الاجراءات اللي تكلمت عليها. يعني هو الاشكال الاكبر الان هي انتشار العدوى خلال اسواق بيع المواشي. سيدي الميكان الاستاذ بوثلجة تكلم عن ربما في حاله ما اذا استمر غلق الاسواق راح ندخلوا في ازمه اجتماعيه اللي راح يتكبدها الموالون. هل يمكن ان تصف لنا يعني الورطه التي سيقع فيها او الخسائر ان صح تعبير الخسائر الماديه التي سيتكبدها الموالون في حال استمرار غلق المواشي؟ خاصة أنه نعرف أنه هذا هو الموسم، موسم الأعراس وموسم عيد الفطر هو اللي يكون فيها اليوم راه في خسائر من شهر سيدنا رمضان الفضيل وقبلها لا مدارس ولا جامعات ولا مطاعم ولا شركات كبرى ولا كذا، كلش مكدس، لا بيع ولا شراء. عنده عام درك هو يحضر في نفسه، موال خسر وربى الأغنام تاعو وربى الأكباش وينتظر في هذا النهار. لذا لازم اليوم نلقاو حل بأي طريقة كيفاش نعاونوا هذا الموال وهذا الفلاح اللي هو طول حياته هو يعاني من الكوارث الطبيعية، من الجفاف إلى آخره، واليوم الغلاء تاع التغذية بصفة عامة والشيء اللي هكذا، هو بولاده هو بالعائلة نتاعو ويخدم ويلحق به، ما يبيعش والله يبيع بالخسارة. أصبح اليوم ربما فيه العام الجاي ما يربيش وما يخدمش كباقي الفلاحين اللي تكبدوا خسائر كبيره في الانتاج الفلاحي بصفه عامه. ولذا احنا مطالبين كسلطات عموميه وكمنظمه وكمهنه كل نفكروا في هذا الموال اليوم ونعطوا له حقه، اقل شيء نضمنوا العيش الكريم، يضمن العيش الكريم ويضمن الاستمراريه في العمل نتاعو الى الامام. عن طريق الدعم لازم ندعموه بكل طريقة، ندعموه، نشوفوا إذا كان اليوم راه عنده أقل شيء، عنده الماء، عنده تراب، عنده إمكانيات، عنده ماتريال، عنده كذا، عنده مصلحة بيطارية، عنده تغطية صحية، عنده كذا إلى آخره إلى آخره. ولذا بغى يبقى في بلاصته في الريف ويربي، لازم نوقفوا جنبه في هذه الظاهرة
وش نقول لك يعني بكل صراحة ماشي تعودنا على الكوارث الطبيعية، ولكن هذا العام بصفة خاصة. طيب سيدي المين، ضرورة دعم الموال في هذه الفترة تحديدا بسبب الخسائر التي تكبدها والتي سيتكبدها أكثر ربما في الأيام القادمة في حال ما إذا استمر غلق أسواق المواشي. نعم، ليعلم الجميع عندنا منطقة تاع السهوب أي الهضاب العليا اللي تمتد من الحدود الشرقية من ولاية تبسة حتى الولاية الغربية في ولاية النعامة، تقريبا 14 ولاية سهبية تعيش فيها أكثر من 14 مليون نسمة. هذه لازم نفكروا فيها اليوم، نفكروا فيها كيفاش نوقف معها وكيفاش نساعدها وكيفاش ندعمها باش تواصل في النشاط نتاعها، لان رزقنا ربي بهذه الثروه، ثروه حيوانيه هامه وهامه جدا، وعندنا احسن سلاله في العالم نتاع الاغنام، ولذا نظن هذه الثروه لازمنا نحافظ عليها. كيفاش نحافظ عليها؟ بالدعم، بالبيطره، بالتغطيه الاجتماعيه، التغطيه الصحيه الى غيره، بالعتاد، بتفجير المياه، بايصال الكهرباء، بشقان الطرقات، حتى يكون الموال يعني آمن ومطمئن في الريف تاعو، في المنطقة تاعو، ويواصل النشاط تاعو. طيب سيد بوثلجا، كنا في حال، نقول في حال إذا ما فتحت الأسواق، لأنه المدة كانت 15 يوم يعني بقت لها ربما 5 أيام، في حال ما إذا فتحت الأسواق قد نشاهد حتما بعض الخروقات اللي راح تكون من خلال المواطن او الاستهتار من طرف المواطن، مثل ما نشاهده يوميا للاسف الشديد. وهنا نقول ان المواطن هو اللي يتحمل المسؤوليه الاولى في انتشار الوباء. هل تعتقد انه الان يجب الذهاب الى الاجراءات الردعيه الحقيقيه ودون ربما التسامح فيها حتى نضمن وقاية، ولحتى نضمن عيد أضحى يعني دون تسجيل عدد أكبر من الإصابات؟ شوفي، رانا في كل مرة ننتهز الفرصة نقول ونذكره بأنه أي إجراءات مهما كان نوع نتاعها، لأنه غلق أسواق الماشية يبقى جزء من الحل. نحينا الاكتظاظ في مكان، ولكن ماناش قادرين نغلقوا كامل الأسواق اللي فيها أمور أخرى. قلت لك هو نفس المواطن اللي يمشي لسوق الماشيه، هو اليوم نغلقوا له سوق الماشيه، غدوه راح نلقاوه في سوق الخضر والفواكه، ونلقاوه في مساحات اخرى للبيع، ونلقاوه في محلات للبيع. شيء هو كل شيء مربوط بمستوى الوعي نتاع الناس. هذه الظواهر نتاع الردع في بلدان متقدمه، في بلدان اللي عندها مستوى وعي اكبر، المستوى تاع التكفل الاجتماعي اكبر او احسن، المستوى الثقافي تاع الناس يعني اكبر او احسن. هذه كامل الدول شفنا بلي كامل فشلت في موضوع الاجراءات الردعيه، وبقات تركز على العمليات التحسيسيه المستمره اللي تركز على الوعي تاع الناس. الان مليح انه يكون اجراءات ردعيه، ولكن لازم تتصور انه التطبيق نتاعها ماهوش سهل تماما، لانه اليوم كل الحمل على من راه يسقط؟ راه يسقط على مصالح الامن. هذه مصالح الامن نلحقوا لواحد الحد وين يولي الامر يعني لا يطاق، لانه علاش؟ ما كاش غير الدور هذا نتاع لازم كل واحد ما يديرش الكمامه نجيبوا له شرطي باش يردعوا، وكل واحد ما يحترمش التباعد الاجتماعي نجيبوا له دراكي باش يردعوا، وكل واحد يفتح المحل نتاعو مش لازم يفتح، والتوقيت لازم يدخل لدارو قبل الثامنه مساء او الواحده او وقت واحد اخر على حسب الولايات. هادو كامل الناس اليوم، ما زلنا لليوم نشوفوا المظاهر تاع الاعراس، شوفوا المظاهر تاع الحفلات، الناس بدون يعني وكأنها يعني في عملية انتحارية. اليوم شفنا ناس داروا حفلات على أولادهم اللي جابوا شهادة تعليم متوسط في وقت مثل هذا، في بيوت ضيقة اللي فيها 30 فيها 50 60 متر مربع، تلقاي 30 و40 شخص في مكان اللي ما يتحملش أكثر من 5 6 أشخاص. غلقنا قاعة الحفلات، غلقنا المطاعم الموجودة، غلقنا، ولكن ما هذا الشيء ما كبحش الانتشار تاع الفيروس. علاش؟ لانه متعلق بمستوى الوعي تاع الناس. اليوم لازم الناس كامل تفهم بانه الخطر هو محدق،
العدد نتاع الحالات راهو غير يزيد، العدد نتاع الوفيات للاسف الشديد راهو غير يزيد، واليوم المستشفيات نتاعنا راح يلحق وقت لو كان نستمروا بمستوى اللاوعي هدايا، راح يلحق مستوى الاستيعاب نتاع المستشفيات نتاعنا راح تصبح عاجزه عن استقبال المرضى. اليوم ديجا رانا يعني في حاله نتاع يعني حاله صعبه نتاع تسيير نتاع عدد الحالات. لازمنا يعني هبه وطنيه لمركزه على الوعي تاع الناس. من بعد كل الاجراءات اللي راهي تتخذها السلطات العموميه، السلطات العموميه مثل افساد الولات، رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات، كل المؤسسات العموميه راهي تساهم. رانا ناخذ ماناش نفوتوا ولا فرصه ممكن بشكل من الاشكال انها تساهم في الكبح نتاع انتشار الفيروس. اليوم الاعراس مشينا 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 مادام ما قدرناش نردعوا مشينا الى تعليق عمليه اجراء عقود الزواج، لانه علاش شفنا بانه الناس ما حبتش تلتزم، مازلنا نحبوا نديروا مواكب الاعراس لي كورتاج، ومازلنا نحبوا نديروا وكانه رانا في ظروف عاديه وكانه ما كاش الوباء، وهذا الشيء غير معقول. اليوم كذلك رانا في صراع مع الناس اللي في كل مره كاين وفاه الحضور نتاع العشرات والمئات نتاع الناس، وما كاش احترام تاع التباعد الاجتماعي، وما كاش الحمل هذاك تاع الكمامه بالصفه اللي لازم. هذه كامل الامور بما متعلقه نروح ونرجع بالوعي نتاع الناس. اليوم اذا كان عامل لازم يتركز زياده على الردع، لازم نمشيو الى يعني العمل على التحسيس، لازم عمليات التحسيس تبقى مستمره ويشارك فيها الجميع. تعتقد ان التحسيس يكفي سيد بوتلجا؟ انا ما قلتش يكفي لمده ربما 3 أشهر لاربع اشهر عمليه التحسيس لم تتوقف، سواء عن طريق وسائل الاعلام او حتى الجمعيات في الميدان. لكن انا والله ماني موافق معك، لانه لو كان نروح انا وياك نشوفوا وسائل التواصل الاجتماعي تلقاي اللي مازال بعض الناس تتصور انه هذا الجائحه راه كاين استغلال سياسي نتاعها. مازال كاين ناس تتوقع انه ما كاش جائحه، كاين تهويل، مازال ناس تتصور انه كاين تهويل، مازال ناس تتصور انه السلطات العموميه ماهيش تعطي الارقام الحقيقيه. هي استثناءات، مازال ماهيش استثناءات، لانه علاش الكثير من الاراء هذه نشوفوها ترجع في كل مره. انا قلت لك بانه الردع مليح ولازم يكون ولا منص منه، ولكن بالمقابل هذا الردع مهما تكون القوه نتاعو مستحيل انه راح يتجاوز مشكله اللاوعي عند المجتمع. لانه علاش انا قلت لك واش هي وسائل الردع اللي عندك؟ كل مواطن ما يحملش الكمامه لازم له شرطي يتبعه باش يدير له يعني يدير له مخالفه 10,000 دينار. لانه الدول المتقدمه لو تشوف الامارات او تشوف الدول الاوروبيه بهذه الطريقه اللي استطاعت انها تكبح ربما هذه الجائحه بطريقه اخرى. مانيش متفق معك تماما بالوعي، مانيش متفق معك تماما. انا مانيش مختص في عالم الاوبئه، ولكن نقول لك بلي لكان ذكرتي الامارات وذكرتي العديد من الدول المتقدمه، نقول لك بلي قبل الردع كان كاين حجر صحي كلي لمده فاقت 60 يوم. اذا كان ناخذ حاله اسبانيا، اذا كان ناخذ حاله فرنسا حوالي 75 يوم تاع حجر كلي، ماهوش جزئي، كلي على مدار الساعه. اذا كان ناخذ دول مثل الامارات العربيه المتحده حجر كلي اللي فاق 45 يوم في 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 بلاد اللي هي عندها ضوابط، عدد السكان قليل، المستوى الوعي نتاع المواطن الاماراتي نتصور بانه الحق لواحد المستويات متقدمه جدا، وكذلك التنظيم تاع المجتمع. ولازم ما ننساوش شيء واحد اخر، هو التقاليد نتاع المجتمع. احنا دائما نقولوا بان التقاليد اللي موجوده في المجتمع الجزائري نادر ما نلقاوها في بلدان اخرى. تكلمت لك مقبل على شهر رمضان، تكلمت لك على العيد اللي هو جاي عيد الاضحى، تصوري انه رده الفعل نتاع المواطن الاماراتي والمواطن الجزائري بالنسبه لعيد الاضحى هي مختلفه تماما. لانه علاش؟ مستوى العقيده عند الشعب الجزائري، مستوى تقديس الشعائر الدينيه هو مستوى عالي جدا. وهذا الشيء اللي يفرض على السلطات العموميه انها تتعامل. الا كانت السلطات العموميه ما قدرتش، ماشي ماهوش من باب ما قدرتش، ما كانش الامكانيات، ولكن حتى الاثر داخل المجتمع ما يكونش كبير على هذيك، ما مشاتش للحجر الكلي. بقى في ولايه وحده كانت ولايه البليده لمده ما، واعطى الاثر تاعو، وبعدها عاودنا رجعنا الى حجر جزء. لانه علاش؟
الآثار الاجتماعية الكبيرة هي اللي خلت هذا الضرر. لما تأخذ انت مثلا مع أوروبا التنظيم نتاع التغطية الاجتماعية نتاع المواطن الأوروبي نتاع العامل الأوروبي ماهيش نفسها تماما اللي في الجزائر. نعم. اليوم لما تأخذ العامل في الإمارات ما تلقايش عمال غير مصرح بهم. لو كان جيل الجزائر مثلا تلقاي ربما نص من العمال، ربما 50%، ما عنديش أنا الأرقام، ولكن نتصور إلى كان القطاعات الأخرى، قطاع البناء، قطاع الري، قطاع الأشغال العمومية، هذه المؤسسات الصغيرة المتوسطة ربما 50% من العمال تاوحة ما راهمش مصرح بهم لدى النظام الاجتماعي. اليوم لما تديري حجر صحي كلي ما عندكش كيفاش الإمكانيات القانونية والطريقة يعني اللي لازم حتى تغطي هذاك الحجر الصحي الكلي. لقينا رواحنا عاجزين أن نتعامل أزمة اجتماعية تقريبا ربما خلال التصرفات نشوفوها في الناس تبحث عن العمل، ناس تخرج بطبيعة الحال. أنا نذكرك في مرحلة ما في رمضان في شهر رمضان المعظم تقريبا قريب تحولت الأزمة الصحية إلى أزمة غذائية لولا الهبة الكبيرة نتاع التضامنية نتاع الشعب الجزائري عن طريق الجمعيات الفاعلة محلية ولائية وطنية، وكذا يعني السلطات العمومية المجهود الكبير اللي داتو السلطات العمومية عن طريق يعني الكثير من القرارات سيد رئيس الجمهورية من خلال التغطية نتاع 10,000 دينار لفئة مهمة جدا، الحكومة عن طريق الإجراءات نتاع الدعم، البلديات كذلك مع الولايات عن طريق التوزيع نتاع الإعانات المالية، توزيع الطرود الغذائية. هذا كان مجهود استثنائي ومجهود يعني كبير جدا، كان مفاجئ سيد بوثلجة، يعني وباء كورونا كان هذا الأمر أمر مفاجئ، لذلك لم يكن هناك ربما استعداد لمواجهة مثل هذه الجائحة اللي عشناها، لذلك كان ربما سوء تسيير في البداية. يعني باش نخرجوش عن الموضوع هذا، أنا شوفي لا باش نصحوا المفاهيم. تفضل. ما نقدرش نسمي حاجة سوء تسيير، لأنه علاش هذه الجائحة خلت دول عظمى، لما تشوف أنت أمريكا في حالة هلع تام، وأمريكا حتى اليوم آخر رقم البارح 57,000 حالة في اليوم، ما نظنش باللي أمريكا ما نقدرش نتكلم على مستوى تسيير تاع أمريكا ونسميه بسوء تسيير. لما تشوفي التذبذب عن الجزائر، أنا أعطيتكم أنت قلتي يعني في الجزائر كان كاين سوء تسيير تاع أزمة، لأنه ماشي سوء. كانت الأزمة هذه أزمة مفاجئة، لم نكن نتوقع ربما أنه تلحق للجزائر ويكون هذا الوضع. أنا اعترضت برك على كلمة سوء تسيير، لأنه علاش من جانبنا يعني مؤسسة اللي تقدم خدمة عمومية وتتعامل مع المواطن ما كانش سهل علينا تماما، وهي الصورة تاع البلاد أنه نتحولوا من نمط إلى نمط. طبعا أنك علاش هذا وش اللي قصدته ولكن هذا التململ وهذا التذبذب وهذا الشيء اللي وقع للعالم كامل بكامل المستويات تاعه، مش فقط الجزائر. بطبيعة الحسد بوثلجة، باش نرجعوا للموضوع، كان السيد عليوي اقترح انه إمكانية ربما تنظيم أسواق محمية، هذه الأسواق المحمية تكون عن طريق ضمان يعني المكان اللي يكون فيه السوق، وكذلك مكان المبيت تاع الموالين اللي راح يكونوا في نقاط البيع، وكذلك توفير ربما أطباء لكل الإجراءات اللي توفر سلامة للموال وكذلك. هل تعتقد أنه من الممكن إجراء أو تنظيم هذه الأسواق؟ ولا سؤال موجه لكما؟ ممكن جدا، لأن درناها العام اللي فات وقبل العام اللي فات وقبل. لازم أولا لازم الأمن. نتحدث عن الأسواق المحمية. نعم سيد دين. نعم أسواق محمية ممكن جدا، ربما قلت لك ضيق الوقت، ولكن إذا كان فيه إرادة صح من كل المسؤولين، سواء السلطات العمومية، سواء المنظمة، سواء النقابة، سواء المهنة، الجمعيات إلى غير ذلك، تكون إرادة كل شيء سهل. تكون أسواق محمية بالنسبة للموال، يجي من الأغواط ولا يجي من مسيلة ولا يجي من تيارت ولا يجي من الجلفة، لازم وين يبات، لازم وين يوقف الشاحنة تاعو، لازم له مبيت، لازم له الحراسة، لازم له العسى. ما يخفاكش درك يكونوا عنده دراهم في جيبه ويجوه السراق ينحوا له كلش ويروح، ها هو الشيء. لازم مصالح البيطارة. نعم. لازم مصالح البيطارة الحماية الصحية، ما قصته هو الحماية الصحية. نعم. أكثر شيء الحماية الصحية بالنسبة للمال وبالنسبة للبشر.
لذا قلت لك إذا كان في إرادة موجودة نقدروا نواجهوا هذا الأمر يعني عادي. لكن الأمر القضية قضية إرادة فقط إرادة. تباعد اجتماعي بعده على بعضنا الكمامة يهز معاه الجافيل ولا الكول وكذا ويغسل إلى غير ذلك. يعني الإجراءات الوقائية التزام الإجراءات الوقائية. إجراءات وقائية ويتقدموا بالعقل. طيب. وإن شاء الله وسهل الحال. سيد بوثلجة، هل يعني من الممكن أن يكون تنظيم أسواق محمية يعني لتضم ربما حتى الموالين وتوفير الأطباء، توفير كل شيء يقدر يحمي، أو حتى إجراء ربما لتست لهذا الموالين اللي راحين يجيو من ولايات مختلفة، يعني قدرش نعرفوا أسكو يكونوا حاملين للوباء أو لا. هل ممكن يعني كسلطات محلية تنظيم هذه الأسواق؟ والله أنا على حسب معرفتي المتواضعة بالواقع أنا نقول بلا رانا متأخرين جدا أنه نوصله، لأنه ما زال تقريبا 20 يوم على يوم عيد الأضحى المبارك، أنه نظموا أنفسنا في مثل هذا. أنا قلت لك مقبلة الاقتراح اللي نشوفه أنا أصح هو أنه نضاعفوا نقاط البيع. تصوري أنه في كل بلدية عندنا 10 نقاط البيع فقط، كاين بلديات ونقدروا نديروا 20-30 نقطة بيع. لو كان في كل بلدية نديروا 10 نقاط البيع على 1541 بلدية راح تعطينا 15410 نقطة بيع. تصوري لو كان في كل نقطة بيع كاين 100 رأس من الغنم، هاي نلقاو رواحنا في حدود 1.5 مليون رأس غنم موزعة على 15000 نقطة بيع. هذا التوزيع هو اللي يسمح بالتباعد الاجتماعي، هو في نفسه تباعد اجتماعي، هو راح يخلي الناس منتشرين على نقاط متباعده. في عوض انه نروح ونمشي ونعاود نرجعوا لفكره الاسواق ونعاود نجمعوا الناس ونحاولوا نفرضوا عليهم نظام ما بطريقه ما، ومن بعد ربما في جوايه ننجحوا في جوايه اخرين نفشلوا، انا نظن باللي الطريقه الصحيحه اللي ما تكلفناش كثير وتخلينا في اريحيه هي انه نمشيوا الى مضاعفه نقاط البيع في اقليم البلديات. هذه هي الاسواق الحقيقيه، لانه الموال واش يهمه يجي من ولايه اخرى او يكون من الولايه هذيك، لانه كاين الناس يبيعوا في نفس الولايه وكاين الناس يتنقلوا. واش اللي يهمه؟ يهمه هو انه يلقى مشتري يشري عليه المعروض نتاعو، ياك هكذا الماشيه نتاعو. اذا ما يهموش يروح للسوق او يروح للمساحه مفتوحه، يهمه يلقى نقطه بيع. هذيك نقطه البيع مقننه، لما يجوا مصالح الامن يلقاوه على مستوى نقطه البيع، ولما يجوا المصالح البيطريه يلقاوه. العمليه واش راح تتكلف؟ راح تكلف انه مكاتب الصحه على مستوى البلديات كل البياطره لازم التسخير نتاعهم باش يكونوا على مدار الساعه موجودين في نقاط البيع هذه، لانه مهم جدا. الناس هذو اللي يبيعوا يجب احصائهم، يجب أن نوضعوا لهم خريطة وطنية لهذو الموالين اللي راهم يبيعوا، ولازم كذلك نفرضوا عليهم إجراءات الوقاية. إذا كان فرضنا عليهم إجراءات الوقاية، لكن اللي هو اللي يبيع والمرافق نتاعو يعني يحمل لي بوت ويدير لو كومبينيزون هذاك كيما لازم الحال، ودائما عنده لافافيت نتاعو ويستعمل لو جيل الكوليزي وكل شيء، إذا كان هو يحترم هذه الشروط حلينا نص من المشكلة. من بعد المواطن رانا معاه في في في, في حكاية هذه، أنه يحمل على الأقل يحمل الكمامة بصفة مستمرة. أنا أقول بلي هذا هو الحل الأمثل في الوقت الحالي. الأمر نتاع ننظموا أسواق وقدرنا نشوف بلي فيها شوية مخاطرة، لأنه التنظيم نتاعها لازم له وقت ولازم له إمكانيات كبيرة، وهذه يعني لو كان ربما مازال لها من قبل هذا، ولو كان ربما مازلنا على 3 شهور ولا على العيد ربما نقدروا نتكلموا. اليوم رانا على 20 يوم، راح يكون من المعقد جدا أنه ندخلوا في عملية هذه، راح تكون مخاطرة صحية. بالنسبة لأماكن الذبح سيد بوثلجة، المذابح اللي نعرفوا أنه معظم الجزائريين خاصة اللي ما عندهمش أماكن الذبح يتوجهوا للمذابح، هل هناك إجراءات وقائية اتخذتها البلدية في هذا الإطار؟ والله شوفي، كاين المذابح كاين اللي تابع للبلديات وكاين اللي تابع لمصالح الفلاحة. أنا نتوقع أنه نفس الإجراءات الصحية الوقائية اللي تطبق في الخارج راح تطبق في المذابح هادية. الشيء اللي لازم نركزوا عليه هو أنه نحمو الاثنين اللي يجيب الذبيحة نتاعو واللي يقوم بعملية الذبح وفي عملية التسليم نتاعها. هنا الإجراءات الوقائية تفرض نفسها. من بعد لازم نحافظوا على عملية التباعد الاجتماعي، هذاك الاكتظاظ، بتوسيع أوقات الذبح.
نخليه اليوم هنا هذه الدور ربما نتاع لجنة الفتوى أنه الإنسان يقدر يذبح يعني طيلة اليوم حتى نقص هذاك الضغط تاع الساعتين الأولتين، خصوصا أنه قلت لك ربما وهذا لا نتمناه أنه ما تكونش كاين صلاة العيد، يعني الوقت تاع الذبيحة راح يكون طيلة اليوم. هذا الدور تاع التوعية كذلك تاع لجان الفتوى أنه كل طيلة اليوم، هنا في طيلة اليوم ممكن أن الناس تتوجه للمذابح هذه، وحتى الناس اللي تذبح يعني في الخارج ربما في كل واحد يعني كان في بالنسبة للعمارات في باب العمارة، احنا كنا في السنتين اللي فاتوا قمنا بعمليات محاولة تجميع أماكن الذبح، الآن يجب العملية العكسية، السماح للناس أنهم يذبحوا في أماكن متباعدة مع محاولة المصالح نتاع النظافة، يعني تضافر تاع الجهود تاع الناس كامل أنها تغطي هذاك الانتشار نتاع ربما هذوك المخلفات تاع الذبح، وتوفير المياه لأنه هذا كذلك مهم جدا في اليومين تاع العيد، أنه وفرة المياه تفرض نفسها، ويجب أنه نديروا مجهود استثنائي كامل، وين كاين مؤسسة سيال سيال، وين كاين الألجيريان ديزو يعني الجزائرية المياه، لازم هنا كذلك لازم نحضر أنفسنا للمرحلة هذه. ما غير شيء هدايا أنا نقول بأنه أي محاولة يعني للتضييق أو للمنع أو اللي راح تفرض على الناس أنهم يمشيوا الإجراءات اللي تخالف هذا الحجر، وهذا الإجراءات اللي تخالف الحجر ربما يكون فيها خطورة أكبر أنك تكون يعني تحت المراقبة وتحت عينين السلطات العمومية في حالة حجر جزئي مقنن. طيب ربما السيد ديلمي المواطن الجزائري راهو يتابع فينا الآن، ربما يتساءل عن أسعار الماشية، تخوف كبير خاصة أنه الأزمة اللي مر بها، هناك العديد من الجزائريين يعني ما خدموش لفترة طويلة، هل تقدر تعطينا الحد الأدنى والحد الأقصى ربما لسعر الأضحية؟ يعني بكل صراحة يقدر يتراوح بين 3 ملايين و 7 ملايين، هذا الحد الأقصى والحد الأدنى. أي ولكن كما كنت في البداية في قبل كل شيء نقول السيد الرئيس قال نقطة مليحة، تكثيف نقاط البيع راح يلعب دور كبير. وللعلم موش كل الموالين في الجزائر اللي راهم يجوبها يبيعوا المال تاعهم، أغلبية تاع الموالين راهم قاعدين في الأماكن تاعهم، هذا الناس اللي الوسيط إيه، هذا الناس اللي راهم يجوا يبيعوا سيدي ماكينيو، ناس تقريب تجار وسطاء، نعم يشريوا وسطاء يشريوا من عند الموالين ويجيوا يبيعوا في العاصمه في قسنطينة في وهران الى غير ذلك. لكن اليوم اذا كان نكثف النقاط تاع البيع رايح نلقى الحل ان شاء الله. قضيه السعر ما يخفاكش عام كامل هو ينتظر، فات عليه سيدنا رمضان، فات عليه الحفلات ما كانش، المطاعم المدارس الجامعات كلها مغلوقة ما كانش البيع تقريب، لكن اليوم راه أمام أمر يا ما يكون. لكن قضية السعر بكل صراحة سقصيت ومشيت وشفت تقريب الأسعار ما تختلفش على الأسعار تاع العام اللي فات، كاين كل كبش وسومته، كل واحد وش يحوس يلقى السومه الحد الادنى. اعطينا الحد الادنى سيدي اللي الشيء اللي نعرفه في حدود 3 ملايين، يعني 3 ملايين هو الحد الادنى لسعر الاضحيه، ربما تشري بزوج ملايين ونص، ولكن ب 3 ملايين اللي عيد مليح 3 ملايين وروح لفوق حتى ل 7 8 ملايين يعني. طيب نتمنى الشيء اللي نعرفه ونقولوه بصريح العباره ما يتخباش هذا الشيء، نتمنى انه ربما اضحيه العيد هذه السنه تكون في متناول الجميع. اشكركما ضيفي الكريمين عبد اللطيف ديلمي امين وطني لاتحاد الفلاحين الجزائريين لحضورك معنا. شكرا. كذلك شكر موصول لي على بوثلج رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي موسى، شكرا لك. اذا مشاهدينا الى هنا نصل الى ختام هذا الموعد الرابع نوميديا، نلقاكم غدا باذن الله، الى اللقاء.